الله. حسن الرئيس كاتب إعلامي، هذا اليوم في لقاء لحفل الاحتفاء باسم كبير اللي هو الحاج مصعب فخار، الذي يستحق كل الاحترام والتقدير ويستحق خاصة الالتفاتة، لأن هذا الرجل يعني عبر مسارا ومسيرة متميزة في مساره في حياته، في مجال الثقافة، في المجال الفني، في مجال الإبداع عموما، ومن شيمه أيضا بأنه ساعد الكثيرين في هذا المجال أو ذاك، ساعد الشباب للولوج إلى عالم الإبداع الفني خصوصا، ساعد الشباب من أجل إصدار كتبهم المتعلقة بالفن والثقافة عموما. إذن أعتقد بأن هذا رجل يستحق كل التكريم وكل الاحتفاء. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.